أحمد زبنة كان مسرحا لمباراة جمعية وهران واتحاد الحراش. البداية كانت من جانب الزوار بومشرى يضيع وجها لوجه فرصة افتتاح مجال التهديف، ليأتي الرد من قبل أصحاب الأرض عن طريق بن قبلية بهذه التسديدة، ثم عود ينفذ مخالفة مباشرة والحارس ليمان يبعدها بصعوبة إلى الركنية. بعد هذا تواصلت هجمات جمعية وهران، وإثر هجمة معاكسة وعمل منسق بن قبلية يوزع وجمعوني يفتتح مجال التهديف في الدقيقة 22. مهاجم اتحاد الحراش مباركي رد بهذه التسديدة التي لم تشكل خطرا على مرمى الحارس بوهدى، وبعد سقوط مباركي في منطقة العمليات الحكم عراب يشير له البطاقة الصفراء. وفي الدقيقة 36 وبعد عرقلة أحد لاعبي اتحاد الحراش في منطقة العمليات، الحكم عراب يعلن عن ضربة جزاء تولى تنفيذها أمضى بنجاح. وفي الدقيقة 42 الحكم عراب يشير البطاقة الحمراء في وجه لاعب جمعية وهران خربش، لينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل الإيجابي. ومع بداية المرحلة الثانية وفي الدقيقة 48 وإثر عمل جماعي، مباركي يسدد كرة قوية بغتت الحارس بوهدى معمقا بذلك النتيجة. جمعية وهران ورغم النقص العددي حاولت في الأمام في ظل تراجع عناصر اتحاد الحراش إلى الخلف التي بقيت تعتمد على الهجمات المرتدة، وضيع لاعبوها عدة فرص سانحة للتهديف، أبرزها محاولة عابدي التي تصدى لها الحارس بوهدى، ثم فرصة ذهبية لبن عاشور والحارس بوهدى يتألق مرة ثانية. وفي الدقيقة 88 وبعد هجمة مرتدة المهاجم عبيد يعمق الفارق بتسديدة رائعة، لتنتهي المباراة بتفوق الفريق الزائر اتحاد الحراش بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف أمام جمعية وهران.